اول تجربه عندي في السينما يعني بعد الفيلم ديال الحبيب ديالي عزيز، كان حب هذا الرجل بزاف. واش السينما حتى هي عندها هذه الاشكاليه ان مثلا في لافيش سوا دي جون لافيش كتلقى غير البطل البطله، في الاسماء الاخرى وكاين اسماء وازنه. هذا سؤال كنطرحو انا بزاف، ما لقيتش لاف حتى لا ما كانش لافيش، حتى السميه ما كاينش. لا بغيت نعاد شي واحد يقول لي رانا كاين، ولا ولادي نقول لهم سيروا الفيلم ما كاينش. هذه اشكاليه خطيره. اذا انت السينما كتعيش هذه الاشكاليه، لا هذا اشكاليه خطيره هذه. هادشي هو اللي خلاك انك نو نو بالعكس نو عامره لا صال عامره، ما لقيناش فين نبركو. حنا ما نبركناش حتى في التورناج، بقى لقينا فين نبركو، ما عندناش مشكل. اللي كتقلب وكتقول علاش كاين هادشي، علاش صافي بايا ودار كاين اسماء وازنه. نورمالمون نمشي ضد الفيلم، مخرج زدي ابراهيم شكيري متميز، فنان مخرج عنده كفاءات كبيره، شيء جميل. ولكن انا مساله، ممكن هاد المساله انا ضرتني طوك احتراما للاسم ديال عبد الخالق فايش. قال اصلا لان هادشي اللي قال صحيح، ولكن ما عرفش سيستم، داكشي داخل في السيستم يعني ما عندنا ما نبدلو فيه.